الله يرحمه، كان نجم من نجوم نادي الزمالك، وكان عاشق امير لنادي الزمالك، ربنا يا رب يغفر له ويرحمه. الله يرحمه. روق كده اميره ده، كابتن عزمي كلنا بنحبه وكلنا بنحترمه. صعب والله يعني الراجل ده، يعني مش عارف اقول لك ايه يعني. لا قول قول، افتح قلبك، احنا في برنامج اوضه اللبس احنا بنقول دايما البرنامج ده بتاع الجمهور بجد. وصلك على حاجه اه اتفضل. يعني، انا من غيره تايه، بس تايه ومش عارف يعني. يعني كل ما المده بتعدي بحس ال هقول يعني ايه، بهدى شويه. لكن الموضوع معايا بالعكس بصراحه، وهو اللي ما اعرفوش على المستوى الشخصي. يعني مش بقول الكلام ده عشان هو والدي، بس فعلا الراجل ده كان طيب جدا وكان خدوم جدا، وتعامل مع واحد يعني بسيط دي حقيقة، المشكلة اللي على قلبه كان على لسانه، وأي حاجة بالظبط. بتيجي في دماغه يقولها، مش بيعمل حسابات، فعشان كده تلاقي البعض كان بيفهم كلامه غلط. لا لا بالعكس والله، وانا خلي بالك والله فعلا ماشي بحسه في الدنيا دي. يعني انا اللي بحاول اعمله الفترة اللي جاية والله صدقني، هو كان نفسه اللي يشوفني في اي حاجة كويس، فبحاول اجتهد على قد ما اقدر في موضوع اللي ابقى مدير فني محترم. وصدقني والله العظيم يعني انا ساعات بحس بعد كل ماتش، انا ما حصلت معايا في ماتش، كان اول ماتش ماسك النجوم، فكنا بنلعب جمهورية شبين في جمهورية شبين، فانت عارف انا كل شويه باي حاجه بكلمه في التليفون الاخبار باخد رايه على طول. والله العظيم يا كابتن شادي انا طلعت من الماتش رحت طالبه، هو كان يعني كان متوفي، فافتكرت اللي هو متوفي فاهم. ففي وقت من الاوقات ببقى عايز اطلع عايز اتكلم معاه. وخلي بالك يعني انا ما فيش الحمد لله ما فيش اسبوع ما بزوروش، الحمد لله مواظب على القصه دي، وباخد ولادي معايا وكل حاجه، وساعات بروح فعلا اقعد اتكلم معاه واحس اللي هو ممكن يكون حاسس بيا. لكن يعني الله يرحمه ويسامحه ويغفر له، وان شاء الله يعني ربنا يصبرنا يعني. ربنا يغفر له ويرحمه. وانا كمذيع للبرنامج ده ما كانش مقصود خالص لا اشوف دموعك، انا على المستوى الشخصي فعلا بعتذر لك، لا بالعكس، لان انا والله انا لقيتك يعني احنا بنفتكره مش اكتر من كده، ولكن هو عامة انا ما بشوفه ما بقدرش بصراحة.